الرحمن الرحيم. قبل شوي هذا الفيديو شبه خلصته، رح تلاحظوا انه اغلب السلايدات مكتوب عليهم، وبس فجأة طفى شحن اللابتوب وراح الفيديو، فخلينا نعيده هلا شوي شوي. فانه يعني سامحوني اذا السلايدات معجوقة وما يعني شوي منظرهم مش حلو، لا بس انا قبل شوي حددت عليهم كل اشي واحنا بنشرح في الفيديو اللي قبل اللي على اساس كان المفروض ينزلوا. راح ما علينا ما علينا. هلا الانترا بارتم اللي هو الديليفري، في عندي رعايه، هاي الرعايه للاشخاص اللي او للست وهي اثناء بتولد، ماشي تمام. دقيقه شوي. for a positive child birth مشان يعني تولد بس بطريقه ايجابيه. اول شيء respectful maternally care، يعني انا لازم احترم الست اللي جايه على العياده. which refers to care organized for and provided to all women in manner that maintains their dignity, privacy and اللي هي ايش اللي هي الconfidentiality، يعني انا لازم احافظ على خصوصيتها على كرامتها، اجيبها معززه مكرمه، ما احاول اني انا اهينها او انتقص من قدرها باي صوره من الصور، ماشي. ثاني شغله انشور اللي هو الفريدم from harm and mistreatment، انا ادير بالي انه انا معطيتها كل العلاجات اللازمه، انا معطيها في مثلا ممكن لازم تكون بدها علاج بس انا ناسي اني اعطيها اياه، فعندي mistreatment انه في علاج لازم ينعطى وما انعطى، او harm treatment انه انا اعطيت علاج ولكن مضر، فضل الاشياء لازم اني اتجنبهم. And enables informed choice and continuous support during labor and childbirth. انا برضو بدي انا اسمح اعطيها مجال انه هي تنقي مين بدها يكون معها اثناء الولاده، ماشي، مثلا بدها اهلها، بدها جوزها، بدها ما مين ما يكون. هاي شغله. ثاني شغله effective communication between maternity care providers and women in labor، اللي حكينا هي هاي، ماشي، اللي هي انا لازم يكون في عندي كوميونيكيشن ما بين اللي بتعطيني الماتيرنيتي كير بروفايدرز والست الحامل، ماشي، وعن طريق انها ايش تستخدم سمبل اند كلتشرالي اكسبتبل ميثود، يعني انه ما تخافي وتفهمها شو عمليه الولاده بشكل عام، انه ايش اللي ممكن يصير معها، شو هاي، بس انه بطريقه مطمئنه، ماشي. هلا a combination of choice is recommended for all women throughout labor and childbirth، حكينا انه هي لها الحق تنقي مين بدها يكون معها، بدها جوزها، بدها اهلها، امها، وهكذا، اختها. pain relief strategies depending on women preference، ايش يعني هي pain relief strategies؟ انه انا بحاول في طبعا هاي النقطة مع هاي النقطة، خلينا شوي. هلا encouraging the adoption of mobility and in upright position during labor in women at low risk is recommended. يعني هلا WHO قاعده بتتجه في اتجاه انه الست تكون عمليه الولاده تاعتها وهي جالسه او في وضع يعني شبه يعني upright position، يعني شبه يعني واقفه تقريبا، تمام. هلا هاي الوضعيه انه اسهل في عمليه الولاده وممكن انها تخفف عليها الالم، فهي هاي هي البين ريليف استراتيجيز عن طريق انه وضعية الولادة كيف بدها تخلف. ولكن طبعا بيسألوا الست قبل هيك انه هل انت موافقة على هذا الحكي او لا، انت انه كيف بدك تكوني قاعدة، بدك تكوني يعني مثلا متسطحة زي ما انت بدك، تمام. هلا the postnatal period، الفترة عندي postnatal care، خلصنا هاي اثناء الولادة وجابت البيبي وما شاء الله وعم الفرح في ارجاء المدينه. هلا بعد ايش؟ بعد ما تخلف ايش الرعايه لازم يتم تقديمها لها؟ بحكي ان البوست نيتال بيريد از كريتيكال فيز ان ذا لايفز اوف مذر اند نيو بورن بيبي، هي مرحله يعني كثير كريتيكال. ليش؟ لانه اغلب الماتيرنال والانفنت ديث بتحدث لي خلال اول شهر من الولاده، وبالذات النص الوفيات تحدث لي خلال اول 24 ساعه، ماشي، و 66% خلال اول اسبوع. فبحكي لي مثلا في 2013 2.8 مليون ولاده ماتوا خلال اول شهر، 1 مليون منهم كانوا اول 24 ساعه، ف 24 اول 24 ساعه يعني كثير مؤشر انه هذا البيبي رح يعيش او انه رح يموت. البوست نيتال should be used for all issues pertaining to the mother and the baby after birth up to 6 weeks. يعني البوست نيتال كير هاي بتمتد منذ لحظه الولاده لعند ايش الاسبوع السادس او اليوم 42، تمام. بعتذر اني شوي مستعجل بس كان اخلص لانه وراي محاضرات دكتور نضال، وراي ضل ايش الفيديوهات ما نزلناهم، هي السيستم
والانترودكشن ضلوا هذول كلهم. ما علينا. هلا there are a number of possible strategies for delivery للبوستنيتال كير at هلا شو هاي بحكي لي؟ بحكي لي هلا البوستنيتال كير هاي كيف بنقدم هاي الرعايه؟ في عندي اربع طرق اني اقدم فيها البوستنيتال كير. اول طريقه في الفاسيلتي في المستشفى, هي اكثر طريقه مشهوره, ماشي. This is more likely if the mother give birth in health facility, but even then women and babies do not necessarily receive effective postnatal care. هلا مش انا عندي postnatal care بصير في المستشفى, فانا الست رح تخلف بالمستشفى رح اقدر لانها في نفس المكان اللي بنعطي فيه postnatal care رح اقدر اعطيها هاي postnatal care. بس بحكي لي مش ضروري اي ست انها تكون في المستشفى تخلف لي بالمستشفى انها تاخذ postnatal care بالمستشفى, مو بالضروره, تمام. ولكن يعني على الاغلب في نساء لا بيطلعوا لي من الهيلث فاسيلتي بدون ما ياخذوا لي البوستنيتال كير. And even if mother initially come to facilities of birth, they may not return in the first few days after discharge from a facility. يعني ممكن يرجعوا لي بعدين, ولكن اول ايام على الاغلب بتكون لا بالبيت. Through outreach service, هاي اول طريقه. اول طريقه اللي هي المستشفيات. ثاني طريقه اللي هم الاوتريتش سيرفيسز, اللي هم الناس اللي بيلفوا في بكون مثلا كل واحد او ممرض او دكتور مثلا مجموعه من المرضى وبلف عليهم بالبيت نفسه, ماشي. skilled provider, وهي مهمه انهم skilled provider can visit the home to offer ايش postnatal care to the mother and the baby. هلا الهوم فيزيتس فروم ا كوميونتي, تمام. اذا هذول الاوتريتش سيرفيسز, عشان لازم نفرق ما بينهم وما بين الكوميونتي هيلث وركر. مين الكوميونتي هيلث وركر؟ الكوميونتي هيلث وركر اي حدا مش بده يكون دارس تخصص طبي, ولكن انه بده يساعد فبروحوا بياخذ كورس معين, ماشي. وهذا بعدين بصير معاه انه رخصه انه انت تقدر تلف, يعني انه انا بعطيك كم المريض انت تعمل تشيك على حالتهم الصحيه, يعني as a checkpoint for their health status, تمام. تمام. فالفرق ما بين الكوميونتي هيلث وركر والاوتريتش سيرفيس انه هذول بيكونوا الاوتريتش سكيلد. الكوميونتي هيلث وركر لا ما بيكونوا سكيلد, بيكونوا ايش؟ بيكونوا عادي اي شخص, يعني مش انه سكيلد. وبستخدمها في حاله انه انا كانت عندي الريسورسز ار ليميتد, يعني الدكاتره الممرضين ما عندي منين اجيب, فبروح بجيب ناس ما لهم علاقه في المجال الطبي وبعمل لهم كورس وبفهمهم الاشياء الاساسيه, ماشي. وطبعا الخدمه ما بتكون بنفس الكفاءه وقوه الخدمه بتاعت الاوتريتش سيرفيس, ماشي. وهذول الناس اللي هم الكوميونتي هيلث وركر اللي بقوموا بخدمات بتفقدوا حالة الست اول ما تخلف, اذا شافوا انه في عندي ساينز انه هاي الست قاعدة وضعها خطير فورا بروحوا بحولوها على ايش؟ على الهيلث فاسيليتيز, تمام. تمام. هلا بحكي لي انا في عندي الكومبينيشن اوف كير ان ذا فاسيليتي اند ات هوم, هاي رابع طريقة يكون كومبينيشن ما بين المركز المستشفى والبيت. فالبوستناتال كير مي بي بروفايدد ان ذا هيلث فاسيلتي فولوينج التشايلد بيرث, ممكن انا اعطيها بعد الولاده هاي البوستناتال كير ات ذا هوم, في البيت هي حاطتها هون ات ذا هوم في اول اللي هي ان ذا فيرست كروشال 2 تو 3 دايز, اول يومين لثلاث ايام هاي الفتره الحرجه بتكون بالبيت. بعد هيك لما تصير قادره انها تتحرك لي وتروح لي على المستشفى وهيك هي من 6 ل 7 ايام بتروح على المستشفى. هاي انه الفيرست كروشال 2 تو 3 دايز, ماشي, هاي بتكون بالبيت. بعد هيك بتروح لي على الفاسيلتي في بعد اليوم السادس 6 لليوم السادس لليوم السابع, ماشي. الفتره من اليوم السادس والسابع لعند تقريبا بتظل تتردد للمستشفى لعند الاسبوع السادس, ماشي. وهون ليش؟ لان هون بتكون قادره انها تتحرك لي. اول يومين ثلاثه ما تكون قادره تتحرك لي فخليها في البيت. بعد اليوم السادس والسابع بتكون ها شوي قدرت تتحرك, بتصير تعمل زي زيارات متكرره على هذا الفاسيلتي لحد ايش؟ الاسبوع السادس. هلا when and how many postnatal visits should occur. البوستنيتال كير خلال اول 24 ساعه لازم تحدث. حكينا ليش؟ حكينا لانه اغلب الوفيات اللي بتصير بتكون خلال اليوم الاول, وبالتالي اليوم الاول هذا هو key time to promote the healthy behavior, مفتاح لي ان انا اقدر اتوقع منه الحاله الصحيه لكل من الام والبيبي. وعندي delay facility discharge متى مسموح للست انها تخرج لي من
خلاص انها تخرج من المستشفى. اذا كانت عندي عده ساين معينه، اول شيء المذر بليدنج كنترولد، صارت قادر انها تتحكم، خلاص يعني متحكم فيه البليدنج تبعها، مش سيفير بليدنج بالضبط. المذر اند بيبي دو نوت هاف اني ساين اوف انفكشن اور اذر ديزيز، ما عندهم اي مؤشر انه راح يمرضوا، ما يصير عندهم انفكشن معين، او والبيبي از بريست فيد، البريست فيدنج تبعه از ويل. اذا كانت اذا كان البيبي الرضاعه تبعته منيحه، فانا هذا مؤشر كثير ممتاز لي. تمام. هلا الفيزيت وومن اند بيبيز وذ هوم، حكينا خلال 24 ساعه بتتم زيارتهم في البيت. هلا بروفايد افري مذر اند بيبي توتال اوف 4 بوست نيتال فيزيتر، عدد هاي الزيارات بتكون 4، هاي 4 زيارات ماشي، خلال اليوم الاول، خلال اليوم الثالث من الاسبوع الاول للثاني، وخلال الاسبوع السادس. تمام، اول يوم ثالث يوم ما بين الاسبوع الاول والثاني وخلال الاسبوع السادس. تمام. هلا هاي الاربع زيارات هاي اللي هن ايش لازم يصيروا، هذول اربع زيارات لازم يصير، ولكن ممكن يصير عندي شيء اسمه اديشنال كونتاكت، يعني زيارات زياده، هاي بتصير في حالات معينه، هذا مهم. شو الحالات اللي بصير فيها الاديشنال كونتاكت؟ اللي هي لما ينولد الطفل عندي بلو بيرث ويت ماشي، ولما تكون المذر بتعاني من الاتش اي في. فلما تكون الام بتعاني من الاتش اي في او الولد بيعاني من اللو بيرث ويت، هاي هذول لا بحتاجوا من زيارتين لثلاث زيارات زياده، 2 اور 3 فيزيت ان اديشن للروتين فيزيت اللي هن 4. طيب هلا بوست نيتال ريكومنديشن للمذر، في عندي البوست نيتال ريكومنديشن للمذر وفي عندي اشياء للبيبي ماشي. تبعون المذر انه انا لازم اوفر الروتين بوست نيتال كير لكل المذرز، الاسز اند تشيك فور بليدنج، ان انا اتاكد انه البليدنج كنترولد والتمبرتشر الام ما عليها حراره، اتاكد انه هي انها قادر انها انها ترضع يعني ماشي. فسبورت البريست فيدنج، تشيكينج ذا بريست تو بريفنت الميستايتس اللي هو ايش نوع من الانفكشن ممكن ينتقل عن طريق اللي هو البريست فيدنج ماشي. وانا اتاكد انه ما راح يصير عندها الانيميا، مانج انيميا. ليش انيميا؟ لانه احنا قاعدين نحكي عن بليدنج، فالبليدنج ممكن يسبب عندي ست انيميا، فانا اتاكد انه لا ما صار عندها انيميا. والكمبليت تيتانس توكسويد ايميونايزيشن اوف ريكوايرد، ليش اف ريكوايرد؟ لانه احنا اتفقنا انه تيتانس توكسويد ايميونايزيشن بتتاخذ اثناء فتره الحمل، اذا ما اخذتها اثناء فتره الحمل يفضل انها تاخذها بعد الايش، او يعني واجب عليها انها تاخذها بعد الولاده، يعني كيف ما اخذتها فتره الحمل كمان بعد الولاده ما تاخذها. اوكي يا هلا شو الساينز او الريكومنديشن تبعون النيو بور، الاطفال الحديثي الولاده؟ اول شيء all babies should be dried، تم يعني تجفيفهم thoroughly and their breathing assist، يعني بفحص هل هم بتنفس ما بتنفس، وضعه تمام، هاي شفت بتنفس ما بتنفس، بعد هيك بشوف الكورد تاعه ماشي، بروح بعمل له كلامب اند كات، بقص هو الكورد الحبل السري ماشي، من خلال دقيقه لثلاث دقائق بكون الحبل السري هذا انقص، الا اذا كانت البيبي محتاج ايش اللي هي الريسسكيتيشن انعاش، الا اذا كان محتاج لانعاش بخلي الكورد شوي. during the first hour في عندي شيء اسمه skin to skin contact، skin to skin contact انه الام والبيبي زي انهم يحضنوا بعض. تمام، هل بجوز حدا يجي يحكي لي ايش الجو الدراما هذا؟ لا، اثبتوا انه السكين تو سكين كونتاكت ما بين البيبي والابو وما بين البيبي والام بيحسن في صحه البيبي بصوره غير مباشره، وحتى الام بيخليها انه بعطيها نوع من الريجوليشن للهرمونز، الهرمونات عندها تنتظم وبتهدى نوعا ما. تمام، وبرضه البريست فيدنج هذا بس انه يعني بريست فيدنج للام. تمام، السكن تو سكن كونتاكت كل من الام والاب، يعني الاب شامل في السكن تو سكن كونتاكت. all babies should be exclusively breastfeed، حكينا من لما ينولد لحد الشهر السادس لازم انه ايش الام هي يعني يصير له البريست فيدنج، يعني يصير له او انه يتلقى غذائه عن طريق الرضاعه. ليه؟ لانه هو هذا هو الرضاعه هو المصدر الرئيسي له في انه ياخذ النيوترينت لجسمه، ما بقدر ياكل شيء ثاني ماشي، او انه ياخذ النيوترينت من مصدر ثاني. Mothers should be consult and provide support of EBF at each postnatal contact. تمام، هلا بحكي لانه كل الكلينيكال اكزامينيشن لازم انا اعمل كلينيكال اكزامينيشن، الكلينيكال اكزامينيشن تضمن لي الويت وزنه،
الدينجر ساين، حركة عيونه، الكور تاعه، هاي كلها بعملها خلال أول ساعة. وبرضو خلال أول ساعة بعمل إشي ثاني اللي هي إنه البريست فيدينج، عملية الرضاعة، ماشي. هاي النقطة جدا مهمة. فأنا بعد ما إن أنا دقيقة بعد إن أنا ما أنا أفحصه إذا وزنه منيح، في عندي أي إشارات إنه دينجر ساين، حركة عيونه تمام، الكورد منيح، كل شيء تمام، اللهم صل على سيدنا محمد، وهي عماله بياخذ بريست فيدينج بصوره منيحه، بعد هيك لازم اعطيه شو فيتامين كي بروفيلاكسيس اند هيباتايتس بي فاكسينيشن. هذول كثير مهمات، تمام. فورا بعطيهم as soon as possible، خلال اول 24 ساعه لازم ياخذ فيتامين كي بروفيلاكسيس وهيباتايتس بي فاكسينيشن. طبعا فيتامين كي بنعرف لانه هو الفيتامين كي له علاقه في البليدنج، انه يمنع من البليدنج، فمشان الطفل اذا جرح اي جرح صغير مثل البليدنج سيفير بليدنج، فبعطيه فيتامين كي. هلا ايش بحكي لي؟ بحكي لي في الاردن الجوردن بوبوليشن اند فاميلي هيلث سيرفي، بحكي لي انه شو الخدمه اللي بقدمها الاردن. هلا وزاره الصحه بتعطيني ماتيرنال اند تشايلد هيلث سيرفيس عن طريق ما يلي. اول اشي شو الخدمات اللي بقدموا ليها الاردن؟ البري نيتال كير، البوست نيتال سيرفيس، والفاميلي بلاننج تبعت تخطيط الاسره، والتستات تبعون الزواج، والتشايلد كير كير كلينكس، مراكز لرعايه الاطفال. هلا الانتينيتال كير طبعا حطيتها الدكتور بالاصفر لانه قبل شوي كانت باللون الاصفر، ما علينا. هاي هون هاي انتينيتال كير، فالدكتور يعني بتعمل ماتشينج بالالوان. المهم تمام. 98% من النساء باخذوا الانتينيتال كير من سكيلد بروفايدر، سواء دكتور نيرس او ميد وايف، خلال البريجنسي فور ذير موست ريسنت بيرث ان ذا 5 يير بريسيدنج ذا سيرفي. يعني لحد خمس هلا السيرفي هاي انعملت ب 2017. مصطلح 5 يير بريسيدنج ذا سيرفي يعني الفحص بشمل 2017 وجور قبلها خمس سنوات، 2017 2016 2015 2014 2013، تمام. خلال هاي الفتره كلها خمس سنوات قبل السيرفي اكتشفوا انه او لقوا انه 98% من النساء باخذوا الانتينيتال كير من سكيلد بروفايدر، ماشي. طبعا هاي النسبه تحسنت، يعني 98% كانت قبل، 82% في 1990. هلا برضو بحكي لي انه بالاردن التيتانس توكسويد فاكسينيشن، كثير حكينا عنه. هذا الفاكسينيشن انجكشن ار جيفن تو ويمن ديورينج البريجنسي، احسن حكينا بالاصل بيتاخذ خلال البريجنسي. برضو بالاردن بيعطوه، احنا هسه حكينا عن الاردن، حكينا اول شيء الاردن شو الانتينيتال كير نسبتها بالاردن، شو قديش نسبة الفاكسينيشن. طبعا نسبة الفاكسينيشن هون 28%، خليها هلا من الجهة. Injection are given to women during pregnancy to protect the infants from neonatal tetanus، عشان أنا أحمي الطفل إنه يكون معه تيتانس، فلازم تأخذها خلال فترة الحمل، تمام. بس هلا بحكي لي إنه 28% من النساء بأخذوا number of tetanus toxoid injection to provide full protection at their most recent birth، انهم باخذوا هذا المطعوم عشان يحموا اولادهم انهم او الاطفال تبعونهم انه يكون عندهم تيتانس. ونفس الشيء هاي النسبه خلال خمس سنين قبل ما انعملت هاي السيرفي، حكينا في 2017. women in urban هلا شو اللي بفرق لي في التطعيم اللي هو الفاكسينيشن، هل بفرق في المناطق او ما بفرق؟ نعم بفرق. الاربن اريا اللي هو المدن are more likely to receive the full protection against tetanus than the women هم البرورة الاريا، يعني النساء او في المناطق بالمدن نسبة انهم ياخذوا تيتانس اكبر من النساء اللي في المناطق اللي هي القرى. طبعا لازم هاي النقطة نحفظها من هلا ونربطها مع هاي. في عندي البوست نيتال كير مش الفاكسينيشن، البوست نيتال كير لازم نميز العناوين. عندي بوست نيتال كير، عندي ديليفري كير، عندي الفاكسينيشن، وعندي ايش هون حكينا عن الانتي نيتال كير. هذول الاربع عناوين بخصوا ايش الاردن، ماشي، مشان نربط افكار. هون بحكي لي في البوست نيتال كير انه there is no difference، وما في عندي اختلاف ما بين الاربن اريا والرورال اريا، ولكن في الفاكسينيشن في عندي اختلاف ما بين الاربن اريا والرورال اريا. في الدليفري كير ما دخل الاربن والرورال، تمام. اذا فهمنا شو علاقه الاربن والرورال في خلال كل من الفاكسينيشن البوست نيتال كير والدليفري كير. هلا هون بحكي لي انه الدليفري كير اللي هي ايش؟ الرعايه اثناء فتره وهي بتخلف. يعني بحكي لي انه الهيلث بروفيشنال اسيستد ات ذا دليفري اون اولموست ات بيرث في الخمس سنوات الاخيره. ليش؟ لانه
98% من الولادات بتصير لي بالمستشفى، وبالمستشفى مين في عندي؟ عندي الهيلث بروفيشنال. هذول الهيلث بروفيشنال شو وظيفتهم؟ شو يسووا في المستشفى؟ بدهم يساعدوا الست انها تخلف ويساعدوها في عملية الولادة تبعتها. فبما انه 98% من النساء بخلفوا بمستشفيات، ف 98% من النساء رح ياخذوا كير دليفري كير، العناية اللازمة اثناء ولادتهم من اشخاص بروفيشنال، لانه بالهيلث فاسيلتي ما في الا بروفيشنالز رح يقدموا هاي الكير. هلا شو عندي العوامل او الفروقات؟ احنا قلنا الدليفري كير ما دخلها بالاربن والرورال اريا، طب شو دخلها؟ بايش بتعتمد لي؟ بتعتمد لي على ما يلي، بتعتمد لي على اول اشي هل الست هاي جوردانيان او نون جوردانيان، ماشي هاي اول شغله. ثاني اشي المذر الادوكيشن، المستوى الادوكيشن تاع المذر. ثالث شغله اللي هو اللوست وولف اللي هو مستوى المعيشه تاعت الست. اذا الادوكيشنال والمعيشي والجنسية تاعت الست، هذول ثلاث عوامل. إذا كانت هي مش أردنية وما عندها تعليم ومش كثير مستواها المعيشي عالي، هنا بتكون أكثر احتمال إنها تخلف، أصلا ما تخلف في المستشفى، تخلف بالبيت عن طريق الدايات وهي الأشياء، فبالتالي أصلا ما تأخذ الرعاية من البروفيشنالز. هلا البوست نيتال كير فور ذا مذر بحكي لي مور ذان 8-10 من النساء at with a birth in the 2 year preceding the survey receiving a postnatal care within 2 days after delivery. يعني من كل 10 نساء 8 نساء بأخذوا postnatal care، ماشي، خلال أي يومين بعد الدليفري. طبعا هنا الرقم اللي أعطاني إياه ما أعطاني هنا 5 سنوات، هون سنتين، يعني سنتين قبل هاي السيرفي. تمام، هاي حكيناها أنا ما في عندي ديفرنس. هنا برضو البوست نيتال ما لها علاقة بالإيربن والرورال، برضو لها علاقة في جنسية الأم والإدوكيشن تبعها. فهم بحكيلي إنه حسب الناشوناليتي الجنسية، إنه 85% من الأردنيات بأخذوا بوست نيتال كير، مقارنة مع السيريان ويمان اللي هو نسبتهم اللي بأخذوا بوست نيتال كير 76%. برضو العامل الثاني حكينا الإدوكيشن، 68% من النساء اللي ما عندهم education بأخذوا post natal care مقارنة مع 87% من النساء اللي عندهم إيش secondary education، ماشي. similar pattern are observed by the household with نفس الشيء اللي هو اللي حكينا المستوى المعيشي تبع الأسرة. كل ما كان المستوى المعيشي تبع الأسرة أكثر، كل ما كان إيش، كل ما كانت نسبة إنهم ثروتهم أكثر، كل ما كانت نسبة إنهم يأخذوا post natal care أعلى. وهيك بكون خلصنا المحاضرة، ويعطيكم العافية.